بسم الله الرحمن الرحيم الأخوة الزملاء أهلا بكم في شابتر 2 من كتاب البينبوك جايد. كنا خدنا في الشابتر الأول مجموعة كبيرة من الديفينيشنز على موضوعات مختلفة متعلقة بالبروجيكت. في شابتر 2 هنبدأ إن احنا ندرس السياق اللي حوالين المشروع من خلال الكلام عن الانفايرومنت البيئة اللي موجودة، لأن المشروع مش موجود لوحده، المشروع موجود في بيئة معينة، فاحنا عايزين ندرس الحاجات المتعلقة ببيئة المشروع. عنوان الشابتر Environment in which project operates، البيئة اللي بيشتغل فيها المشروع. بيتكلم بشكل اساسي على ثلاث عناصر في الجزء بتاع الانفايرمنت. العنصر الاولاني هيكون الاي اف او انتربرايز انفايرمنتال فاكتورز، العنصر الثاني هيكون الاوبي اي او اورجانيزيشنال بروسيس اسيتس، والعنصر الثالث اللي هو السيستمز. بدا في الاوفر فيو يدي نبذه كده وقال ان في عندنا تو مين كاتيجوريز اللي هم الاي اف والاوبي اي. الاي اف هي عباره عن فاكتورز، يعني عوامل، بس العوامل مش موجوده في المشروع، موجوده بره المشروع فبتاثر عليه. اما الاوبي اي، الاوبي اي دي عباره عن organizational process assets. احنا عارفين الاسيت اللي هو الاصل، الاسيتس ممكن تكون مثلا عقار او ارض او ممكن معده بلانت، ممكن الحاجات دي كلها تكون اسيتس، بس دي فيزيكال اسيتس. اما الاصول التنظيميه فهي عباره عن واحد من الاصل برضو بهتم بيه وبدفع فيه فلوس وبكونه وبيكون عندي له قيمه كبيره، واحد من الاصول بتاعه الشركه، بس مش فيزيكال اسيت، لا ده اصل تنظيمي organizational asset، زي مثلا البروسيس البروسيجرز اللوائح اللي انا تعبت فيها وقعدت عملتها عشان انظم بيها العمل. وبدا يقول لي بص على فيجر 2 1، وهو مقسم الاي اف لانترنال واكسترنال. السبب في كده ان الاي اف هي من بره البروجكت، هي عوامل بتاثر من بره البروجكت، لكن من بره البروجكت ممكن تكون جوه الاورجانيزيشن او بره الاورجانيزيشن، بس في الحالتين من بره البروجكت، يعني البروجكت تيم مش بيتحكم فيها، لكن ممكن تكون انترنال جوه الاورجانيزيشن اللي بتعمل البروجكت، او اكسترنال يعني من بره الاورجانيزيشن. والانترنال OPA او OPA organizational process assets هلاقي اقسمها لحاجتين. الجزء الاولاني اللي هي الاصول التنظيميه زي البروسيس والبوليسيز والبروسيجر، والجزء الثاني اللي هي نوليدج بيز اللي بتتكون عندي من خلال شغلي وادارتي للمشروع، بيبقى عندي قواعد موجوده للمعرفه، مش بس داتا بيز، لا نوليدج بيز. وفي نهايه الاوفر فيو قال بالاضافه للاي اف والاوبي اي عندنا برضو موضوع السيستمز. بدأ الكلام عن الـ EEF أو الـ Enterprise Environmental Factors، وقال إن هي مش تحت الكنترول بتاع الـ Project Team، هي بره الـ Control Out of Control بتاع الـ Project Team، لكن هتأثر على المشروع، فعشان كده الـ Project Manager والـ Project Team محتاجين إن هم يكونوا أوير بيها. وقال إن هي Internal أو External للـ Organization، وإن هي بتكون input لكتير من العمليات اللي هندرسها خلال الشابترز اللي جاية، خاصة العمليات التخطيطية. وقال إن هي ممكن تكون ليها positive أو negative influence. وبدأ إن هو يقسمها اتنين زي ما قلنا، بدأ يتكلم عن الانترنال اللي هي جوه الorganization اللي بتعمل البروجكت، بس مش جوه البروجكت. العنصر الأولاني قال organizational culture، الثقافة السائدة، structure والgovernance. الكالتشر ممكن نتكلم عنه ان هو الثقافة اللي موجودة في الشركة، هل الشركة دي من النوع مثلا اللي بيحب الادارة بالتحفيز ان هم يحفزوا الناس، ولا الموضوع فيه ديكتاتورشيب، فيه ديكتاتورية في القرار وكده، هل الناس دي open minded بيحبوا مثلا الفكر الجديد في ادارة المشروعات، ولا هل الناس دي old fashion بيحبوا الحاجة التقليدية مثلا او التراديشنال. ده ممكن يعبر عن الكالتشر. الستراكشر الهيكل بتاع المؤسسة نفسها، الهيكل وتدرجه ومدى قرب الناس من بعضها، كل ده هيأثر على البروجكت، وخاصة مثلا لو انا بشتري مثلا معدة او ان انا عايز اعمل بروكيورمنت معين على البروجكت، هل بقدر اوصل للناس بتاعة البروكيورمنت بسهولة، ولا في تعقيدات روتينية في الستراكشر اللي موجود. الجوفرنس، الجوفرنس اللي هو الحوكمة، كنا اتكلمنا في شابتر 1 عن الجوفرنس، بس يعني اجمالا عشان نسهل فهم عملية الجوفرنس ممكن نحن نعتبرها عبارة عن الأنظمة اللي هتكون حاكمة الشركة، كل الأنظمة بما فيها بقى من لوائح، بما فيها من processes, procedures, process maps، عشان أعمل كل حاجة بعمل إيه، بتصرف إزاي، بمشي في إيه، إيه هي الستبس اللي بعملها، إيه هو الفورم اللي أنا هستخدمه، هعمل الكلام ده إزاي، مين اللي عنده رول معينة أو responsibility معينة إن هو يوافق على الحاجة ديت. كل المعايير دي هنسميها معايير الحوكمة أو الجوفرنس. وبدأ ان هو يدي شوية examples على التوبيك ده.
الجيوغرافيك ديستريبيوشن اوف فاسيليتيز اند ريسورسز، الريسورسز ومدى تواجدها عندي قريبه مني ولا بعيده. الجيوغرافيك ديستريبيوشن يعني توزيع جغرافي، انا محتاج مثلا مجموعه من الستاف او الريسورسز ان هم يشتغلوا معايا في البروجكت، هل الناس دي موجوده ولا هيقولوا لي لا في واحد منهم هو على مسافه مثلا 400 كيلو منك بس هيشتغل فيرتشوال، او ده ممكن بره اساسا الدوله اللي انت موجود فيها بس هيشتغل فيرتشوال معاك. فالفيرتشوال تيم واحده من العناصر دي اكيد هتاثر على المشروع لما يكون موجود معايا في المشروع غير لما اكون بتواصل معاه بشكل فيرتشوال. الشيرد سيستمز، هل في انظمه معينه ان احنا بنشترك من خلالها في التواصل؟ مثلا الكلاود كومبيوتنج، هل مثلا بنحتاج موضوع الكلاودنج؟ يعني خلينا بلاش نحصر نفسنا في الجزء بتاع الاي تي بس للكلاودنج، لا خلينا نقول مثلا ان احنا عندنا مجموعه من البوليسيز او الفورمز مثلا انا عايز اوصل لها، والفورمز دي موجوده على الكلاود مثلا، موجوده على مواقع او هوستنج او مواقع خاصه بالشركه كانترنت او شبكه داخليه للشركه، وبقدر ان انا اوصل لها من خلال الكلاودنج. فعناصر كتير ممكن ان انا اتكلم فيها من ناحيه الجيوغرافيك ديستريبيوشن للريسورسز. اللي بعديها الانفراستراكشر، وهي مشابهه للنقطه اللي قبلها بس النقطه اللي قبلها كان بيتكلم على الجيوغرافيك ديستريبيوشن للريسورسز او الفاسيلتيز دي، هنا عايز يتكلم عن الفاسيلتيز بقى نفسها، الفاسيلتيز او الاكويبمنت اللي موجوده. انا عايز مثلا ان انا اعمل بروجكت فمحتاج اكويبمنت معينه، طيب الاكويبمنت دي ايه هي؟ هل موجوده فعلا في الشركه ولا لا؟ طب اشتريها ولا بلاش ولا مش هتبقى مجديه؟ الفاسيلتيز اللي متاحه عندي، هل في فاسيلتيز او تسهيلات او مرافق معينه انا محتاجها ومش لاقيها، زي سيستم معين للبروجكت مانجمنت انفورميشن سيستم مثلا، وان كان ده هيجي في النقطه اللي بعديها، او سيستم تاني انا محتاج ان انا اشتغل بيه عشان اقدر اسهل على نفسي، هل الفاسيلتيز دي موجوده ولا لا؟ النقطة اللي بعديها الانفورميشن تكنولوجي سوفت وير، هل في برامج معينة للكمبيوتر مثلا انا بشتغل بيها زي السكادجولينج سوفت وير، الكونفيجريشن مانجمنت وهيتشرح يعني بعد كده موضوع الكونفيجريشن، الويب انترفيسز الواجهات التطبيقية اللي انا بستخدمها للبرامج او للوصول للداتابيز بتاعتي واعمل عمليات بروسيسنج عليها من خلال ويب انترفيس، او الانترفيس دي تكون بتشتغل على الويب براوزر او برنامج الانترنت يعني، الورك اوثورايزيشن سيستم، هنا ذكروا في الاي تي او في الانفورميشن تكنولوجي سوفت وير هو يقصد البرنامج الخاص بالاوثورايزيشن، لان الاوثورايزيشن نفسه هيكون جوه الجفرنس، جوه معايير الحوكمه، مين اللي بيعتمد وبيعتمد ازاي وترفع له امتى وترفع له ازاي ويرد امتى، الكلام ده كله موجود في الجفرنس. لكن البرنامج بقى اللي انا هرفع من خلاله ده ممكن يكون انفورميشن تكنولوجي سوفت وير، كل ده هياثر على المشروع بتاعي. انا عايز اوثورايزيشن على في او مثلا، او على فاريشن اوردر او change request، فالابروفال او الاثورايزيشن للحاجه دي ممكن ان هي تكون من خلال انفورميشن تكنولوجي سوفت وير، عباره عن برنامج بدخل اعمل فيه لوجينج بشكل معين عشان بعد كده يجي لي مثلا الرد او يحصل عمليه متابعه للموضوع. الريسورس افيلابيليتي، مدى توافر الموارد نفسها، هل بلاقي الموارد بشكل سهل ولا لا؟ باعتبار مثلا ان انا لو بعمل بروجكت مثلا في مكان انا ما اشتغلتش فيه قبل كده وما اعرفش هل في موارد ولا لا، انا محتاج كابابل ريسورسز مثلا، او الستاف يعتبر سكيلد او له مهاره معينه، والناس دي مش موجوده في البلد اللي انا رايح اعمل فيها البروجكت ده، فهل الريسورسز موجوده؟ هل افيلابل ولا لا؟ محتاج مثلا معدة، المعدة دي مش موجودة، هل طيب اجيبها معايا من مكان تاني؟ هل اعمل purchasing؟ هل اشتريها؟ هل اجر؟ ايه الفاسيلتيز او ايه الكابابيلتيز المتاحة بالنسبة لي؟ الكونسترينز، هل في قيود معينة على الريسورسز نفسها؟ الابروفد بروفايدرز، هل مثلا في بروفايدرز معينين او سب كونتراكتور ممكن ان هو يجيب لي الريسورسز ده ومتوافق عليه، باعتبار ان انا مش محتاج بقى ان انا ااهل بروفايدر تاني، لا هو في بروفايدر عباره عن كونسلتنت معين، كل ما بنتزنق في ريسورسز معينه هات لنا ريسورسز، ريسورسز اللي هم افراد او موظفين هيشتغلوا معايا مثلا، او اي نوع من انواع الريسورسز التانيه. هل في كولابوريشن اجريمنتس مع شركه معينه ان هي تديني الريسورسز؟ الـ employee capabilities، الـ capability او القدرات او المهارات بقى بتاعت الـ human resource نفسه، الـ expertise بتاعتهم، الـ skills المهارات، competencies الكفاءات، الـ knowledge، هل عندهم الـ knowledge اللي انا محتاجه فعلا ولا محتاج employees من نوع مختلف. بعد ما خلص الجزء اللي هو الـ internal بدأ ينتقل للـ external.
في الجزء بتاع الاكسترنال بدأ يتكلم اول حاجة عن الماركت بليس كونديشن، السوق اللي بره. السوق اللي بره هيأثر على المشروع بتاعي، هل في كومبيتيتورز معينين للشركة؟ لان الكومبيتيتور ممكن ما يكونش عايز المشروع ده يتم، ممكن هو يحاول يوقف لي المشروع ده، يحاول يشوف انا البروجكت عندي فيه ايه مخالفات ويحاول ان هو يتتبع المخالفات دي ويبلغ، او ان هو يبقى مش عايز البروجكت ده يتم. الماركت شير، لو الشركة عندها ماركت شير كبير مثلا، ممكن ان هي تكون واخدة تسهيلات من الحكومة، ممكن الماركت شير بتاعها يكون مثلا 50-60% من حجم السوق، ولو ما أدتش دورها بشكل كويس هتعمل مشاكل في ان البرودكت بتاعها يكون متواجد في السوق، وبالتالي الحكومة ممكن ان هي بتديها تسهيلات معينة. فالماركت شير لو كبير للشركة هيأثر على البروجكت، هيخلي البروجكت ان هو يجري بشكل احسن شوية. البراند ريكوجنيشن، لما يكون انا بعمل مثلا بروجكت لحاجه ليها براند معروف، زي مثلا براند مثلا في التيشيرتس، او براند مثلا في الساندويتش، زي لو قلنا اي براند مثلا زي سابوي مثلا، الناس متضرره من الفرع الجديد اللي بيتفتح للبراند ديت، بس حابين ان الفرع ده يفتح لان هو الناس يعني مستنيه ان الفرع ده يفتح او البرانش ده يكون موجود، عشان عايزين ان الفاسيلتي دي تكون موجوده في المنطقه بتاعتهم. اي نعم هم متضررين من عمليه الانشاءات اللي بتحصل والبروجكت نفسه، لكن مش فارقه معاهم عشان البراند دي كبيره. فبالتالي البراند ريكوجنيشن، كون البراند دي معروفه، اثر على المشروع بان المشروع بقى يمشي بمعدل كويس. السوشيال اند كالتشرال انفلونس، لا شك ان الموضوع السوشيال يعني، او سواء سوشيال بقى او بوليتيكال، يعني المناخ السياسي اللي موجود، هل في ثورات معينه، هل في اضرابات، لا شك يعني كل عارف ان دي حاجات بتاثر على المشاريع بشكل معين سواء ايجابي او سلبي. الايثكس بتاعت الناس، خاصة لو انا بشتغل في مكان مش عارف الايثكس بتاعته، ممكن ان هو ياثر على البروجكت يوقف. بعض البيئات بيبقى فيها الموظفين مثلا بيتعاملوا مع بعض بفظاظة شوية، او يعني بيبقى التعامل في الاثكس بتاعتها مش معتادة بالنسبة لكتير من الناس، مش بشكل بروفيشنال. فلما تيجي تجيب واحد من بيئة تانية بتتعامل على طول بروفيشنال وتحطه وسطهم ويبدأ ان هو يتعامل بالشكل ده، هيحس ان هو يعني مش قادر ان يتعامل، فهيبدأ كل ده يعرقل في اداء المشروع، هيبقى الراجل مش قادر ان هو يأدي دوره بشكل كويس. فالاثكس لا شك ان هي بتأثر على البروجكت. الليجال ريستريكشنز، هل في ليجال ريستريكشن معين من الحكومه، حتى قانون معين ان انا لازم التزم بيه؟ والقوانين دي ممكن تكون متعلقه مثلا بالسكيورتي، ان انا بعمل بروجكت والبروجكت ده في منطقه حره مثلا، فيقولوا لي طالما انت في منطقه حره لازم نكون عاملين كنترول على كل شيء في البروجكت عندك، يعني دخول مثلا المواد والمعدات واي شيء هيبقى متراقب بكاميرات مراقبه وموجوده مثلا ليها كنترول روم، والكنترول روم اندر يور مانجمنت مثلا، وانت بترسل لنا مجموعه من الريبورتس بشكل معين عشان السكيورتي، سواء كان بقى السكيورتي اللي هي الفيزيكال سكيورتي او السايبر سكيورتي المتخصصه بالامن السيبراني او الامن المعلوماتي، الداتا بروتكشن حمايه البيانات، الامبلويمنت، ممكن يكون في ليجال ريستريكشن على الامبلويمنت، مثلا ان انت ما ينفعش توظف غير مثلا من مواطنين بتوع البلد دي، ما ينفعش توظف حد تاني، وده موجود سواء كان في اوروبا او في دول عربية بيبقى موجود حاجات زي كده، legal restriction على الامبلويمنت. النقطة اللي بعدها بيتكلم على الكوميرشال داتابيز، والكوميرشال داتابيز هي عبارة عن داتابيز موجود فيها بيانات، انا محتاج البيانات دي، بس في شركات قاعده تشتغل ان هي تجمع البيانات دي عشان تبيعها لي، زي البيانات مثلا بتاعت الكوست استيميشن او البرودكتيفيتي بتاعت العماله، انا محتاج ان انا اعمل تسعير لمشروع في بلد معينه وانا ما عنديش خبره عن الاسعار فيها كام، او الريتس مثلا بتاعت سواء بتاعت العماله او بتاعت الماتيريال او غيره، ممكن ان انا اشتري واحد من الكوميرشال داتابيز اللي في شركات قاعده اشتغلت ان هي جمعت الارقام دي وطلعتها في كتاب مثلا معين وبتبيع الكتاب ده، وابدا ان انا اشتري الداتابيز دي عشان اشوف فيها الاسعار بيكون وضعها ايه في الوقت المعين للبلد المعين. الاكاديميك ريسيرش ممكن ان هو برضو بيأثر عندي، البحث مثلا الاكاديمي، لان انا ممكن اكون بعمل بروجكت سواء بقى بحثي او البروجكت ده بيستخدم تكنيك معين او تقنية معينة، ممكن يكون بعمل مثلا سوفت وير او ابلكيشن، الابلكيشن ده محتاج فيه تقنية معينة ومش متوفرة التقنية دي ولسه اندر ريسيرش، فاكيد الابحاث اللي موجودة ممكن ان انا اخد منها اشوف هم وصلوا لايه وابدا ان انا اشتغل على النقطة دي.
الـ government or industry standards. أحيانا الـ government نفسها بتطلع standard للـ industry إن أنت عايز تصنع حاجة معينة فلازم تلتزم بمعايير معينة، يعني مثلا إن هي تكون UL listed أو إن هي تكون موفية معايير معينة للأمن والسلامة عشان ما يحصلهاش مثلا مشاكل، زي مثلا الأدوات الخاصة بالكهرباء إن هي لو فيها بلاستيك لازم البلاستيك ده ما يكونش مثلا قابل إن هو مع الحرارة يسيح ويعمل مشاكل. فالحاجات دي كلها ممكن تكون معايير خاصة بالاندستري، او ممكن معايير خاصة بالانفايرومنت نفسها، ان انت بتعمل بروجكت اتس اوكي بالنسبة لنا، بس احنا عندنا كجفرمنت عندنا ستاندرد بيقول ان انت ما تلوثش البيئة اللي انت موجود فيها بحد معين مثلا، وبنقيس الكلام ده عندك وبنشوف انت فعلا ملتزم بيه ولا لا. نفس الشيء ممكن يكون في ستاندرد للوركمانشيب، ان انت الوركمانشيب اللي عندك يكون مستوى مثلا الرواتب يكون بالشكل الفلاني، ان انت الوركمانشيب الناس اللي عندك ممكن ان انت لازم يتبعوا مثلا نقابة معينة او شيء. الفاينانشال كونسيدريشن اكيد دي واحده من العناصر اللي بتاثر على المشروع وبتكون خارجيه عن المنظمه، زي الكرنسي اكسشينج ريت مقصود بيها سعر الصرف، لو انا بشتري حاجات من بره للبروجكت عندي والحاجات دي مثلا بالدولار وانا بعمله محليه اكيد سعر الصرف هيفرق، لو بشتريها مثلا وسعر الصرف اكس غير لما يكون 1.5 اكس وهكذا هياثر على الاسعار عندي. الانترست ريت لو انا بشتري حاجه مثلا وفيها قروض والقروض دي بدفع عليها فوائد، فالانترست ريت الفايده معدلها قد ايه هيفرق عندي في الكوست. الانفليشن اللي هي التضخم، لو انا بشتري مثلا حاجه او بسعر بروجكت والبروجكت ده مثلا ممكن نقول ريلوي مثلا واحد من الامثله الشهيره، والريلوي هفضل مثلا قاعد 3 سنين على ما اشتري العربيات اللي هتشتغل على الريلوي عشان فتره الكونستراكشن وفتره الديزاين وفتره كبيره على ما اشتري العربيات نفسها اللي هي القطارات اللي هتشتغل في الريلوي ده. طيب على ما اشتري الحاجات دي يعني بعد 4 سنين اروح اسال على سعرها النهارده وافترض ان هي بعد 4 سنين هيفضل سعرها زي ما هو؟ لا، في انفليشن اكيد. طيب نتيجه للانفليشن ده يبقى انا محتاج اخد معاملات معينه اضربها في السعر بتاع النهارده عشان اقدر اعرف سعرها بعد 4 سنين هيكون ايه. التارفس لو في تعريفات معينه سواء جمركيه او غيره او حكوميه. الجيوغرافيك لوكيشن، هي الجيوغرافيك لوكيشن غريبه ان هو حطها تحت الفاينانشال كونسيدريشن، بس هو يمكن يقصد مثلا الجيوغرافيك لوكيشن ان هي لو في مكان بعيد حاجه معينه مثلا البروجكت نفسه في مكان بعيد فممكن ان هو يبقى له امباكت على الجزء الفاينانشال باعتبار ان الريسورسز انا محتاج ان انا انقلهم في مكان تاني فبدفع عليهم نقل ومواصلات، او الماتيريال بتجيلي مثلا فبالتالي بتيجي من مكان بعيد فبدفع عليها تكلفه للشحن. النقطة الأخيرة الفيزيكال انفايرومنت اليمنتس، عايز يتكلم على انفايرومنت كانفايرومنت بقى البيئة نفسها كفيزيكال انفايرومنت، زي مثلا الوركينج كونديشن، هل الوركينج كونديشنز سهلة ميسرة، الحالات بتاعة العمل نفسها، يعني أحيانا بعض المشاريع بيبقى مثلا محتاج إن هو يشتغل فيها 24 ساعة، في مشاريع مثلا بيبقى عشان يوصل لها محتاج إن هو يعدي بحيرة أو نهر أو هي المشروع عبارة عن مكان في جزيرة، الويذر أو الكلايمت درجة الحرارة، في مشاريع ما اقدرش ان انا اشتغل بالنهار لازم اشتغل بالليل بسبب درجات الحرارة المرتفعة، الكونسترينز بتبقى اي تقييدات موجودة اخرى. يعني ممكن نعتبر الجروب الاخيرة دي اللي هي الفيزيكال انفايرومنت اليمنتس ان هي اذر اليمنتس باعتبار ان هو في النهاية كله يعتبر انفايرومنتال، بس هو حب ان هو ايه يحطها في واحدة من الكاتيجوريز. ودي كده تعتبر العناصر الرئيسية للاكسترنال فاكتورز اللي ممكن تأثر على الاورجانيزيشن.